صلى الله عليه وسلم. إذا كنت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يعني أنا بشكر يعني إدارة الـ Continuous Medical Education في مستشفى بنسوف الجامعي إن هم يعني دعوني علشان خاطر أدي اللقاء ده بعنوان Common Pitfalls in Cardiology Practice. أحب الأول بس أقول حاجة مهمة جدا، لانه المحاضرات اللي بتتاخد دي كلام كتير، بس لو ان الكلام ده ما اتعملش بيه يبقى كأن شيئا لم يكن. يعني نذكر كده ربنا سبحانه وتعالى ذم اليهود وقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. فاليهود حملوا التوراة، المفروض حملوا أمانة التوراة إن هم إيه؟ يفهموها ويطبقوها ويبلغوها. فما عملوش حاجة من ده كله، حملوا مبانيها فقط وسابوا معانيها، حفظوها ألفاظ زي ما كتير حافظين الكلام اللي هنقوله النهاردة، بس ما طبقوهاش، دي واحدة. والحاجة التانية لم يبلغوها. فأنا دلوقتي جايب لكم حاجات أنا بالفعل بطبقها وببلغها علشان أخرج من الذم اللي ربنا قاله في مثل الذين حملوا التوراة. حضراتكم بقى لما تسمعوا الكلام وتلاقوه يعني صحيح، المفروض ما دام فهمتوه يبقى لازم تطبقوه. النقطة الثانية في الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عن أول من تصعر بهم نار يوم القيامة. أول من تصعر بهم نار يوم القيامة تخيلوا مين؟ منهم قارئ للقرآن. ربنا بيسأله بيقول له: ألم أعلمك آياتي؟ فيقول له: أيوة يا رب، قرأت فيك القرآن آناء الليل وأطراف النهار. قال: كذبت، قرأت ليقال قارئ وقد قيل، فماذا عملت فيما علمت؟ اذهبوا به إلى النار. هنا في مشكلتين. المشكلة الأولانية إنه هذا الشخص ما كانش بيتعلم لله، كان بيتعلم علشان الناس تقول عليه عالم، بيتعلم علشان ما ينفعش يبقى قدام الناس جاهل، ودي مصيبة كبيرة. المصيبة اللي لا تقل عنها برضو هي ايه بقى؟ فماذا عملت فيما علمت، او فماذا عملت فيما علمت. انت تتعلم دلوقتي حاجات بس مش هتطبقها، ما طبقتهاش مع انك عرفت انها بيت فولز، فساعتها يبقى انت كده محاسب عند ربنا سبحانه وتعالى. خلينا نبتدي بقى على طول. الكومن بيت فولز ان كارديولوجي براكتس انا هقسمهم لحاجتين: لدايجنوستيك بيت فولز وثيرابيوتيك بيت فولز، يعني مشاكل في التشخيص ومشاكل كمان في العلاج، وهي حاجات كومن للاسف، الا ان هي ما يصحش انها تكون بتحصل. خلينا نبتدي كده. بالنسبه للدياجنوستيك بيت فولز في الكارديولوجي براكتس، في اول حاجه سبيشالتي بايز ان انتربريتيشن اوف سيمتومز. يعني والله بتاع الجي اي تي ممكن يفسر الشيست بين بطريقه غير الدكتور البالمونولوجيست، غير الدكتور الكارديولوجيست، غير الدكتور بتاع الروماتولوجيست، وهكذا. ليه؟ لان عندهم سبيشالتي بايز. هتلاقي مثلا لو ان في بيشنت فاتيجد، انا جالي بيشنت قريب كان عنده فاتيج جامد جدا، وكل ما بيقف يقف يدوخ وبيحصل له سينكوبال اتاك. راح عمل سي اس اف اناليسيس وعمل ام ار اي برين، وعلشان خاطر شاكين في مشكله نيورولوجي، وكانت المشكله ان هو كان بياخد ثلاثه انتي هايبرتنسيف دراجز بتعمل له بوستشرال ديزنس وبوسترال هايبوتنشن اب تو سينكوب. فواضح قوي طبعا هم في الاخر رولد اوت انه عنده مشكله نيورولوجي، بس المشكله ما اتحلتش. فالمشكله كانت ايه؟ انه يوقف الادويه دي ويبتدي اي في فلويدز. طيب فسبيشالتي بايز في الانتربريتيشن بتاثر كمان. الانسيسري انفستيجيشنز والعكسها بقى النقيض بتاعها، النيجليكشن اوف نيسيسري انفستيجيشنز، يعني الافراط في استخدام الانفستيجيشنز والتفريط في استخدام الانفستيجيشنز المهمه. كمان المس انتربريتيشن اوف ريزلت. خلينا نبتدي. السبيشالتي بايز مثلا لو عيان عنده سنترال شيست بين في elderly ميل with روماتويد ارثرايتس، ايه رايكم؟ ممكن لو حد من الموجودين يشارك ويفتح الميكروفون ويقول لي ممكن يبقى ايه ده؟ يعني الاحتمالات لغايه لما نشوف سنترال شيست بين في elderly ميل with روماتويد ارثرايتس. ام تي اكس او بالمونر هايبر تنشن، ام تي اكس انديوزد بالموناري كومبليكيشنز، او هنقول بالمونر هايبر تنشن او اي بي اف. طيب هو الاي بالمناسبة اي بي اف في الغالب هيعمل ديزنيا. البلمونري هايبرتنشن ممكن فعلا يعمل ار في سترين ويسبب سنترال ويسبب شست بين. كويس، حد عنده حاجه تانيه؟
بيحب يقول حاجة تانية. أنا في مايكو شايف في ناس في دايركتشن الشات بالمونة جايبين بيريكاردايتس. ماشي، اتفضل دكتور محمد رجب رجائي. دكتور محمد رجائي اتفضل. مايكو دايل انفاكشن بالمونة امبوليزم بلوسي. ده انفارشن، ده elderly patient، وبالمناسبه الروماتويد ارثرايتس بيشنت عندهم 5 تايمز ريسك، يعني 150% عن الناس النورمال بوبيوليشن يجي لهم مايكارديال انفارشن، فده احتمال. انا بس حبيت اوريكم يعني ان ازاي احنا ممكن هنشخص حاله زي دي. هنلاقي ان مثلا لو انه اللي موجود جاسترو انترولوجيست هيقول لك والله عيان الروماتويد ارثرايتس ده بياخد نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز كتير، فممكن تكون بتعمل له جيرد وده عامل له سنترال شيست بين او اسوفاجايتس او كده. عيان الدكتور الروماتولوجيست بقى ممكن يقول لك والله ده ممكن يبقى اوستيوكوندرايتس لانها بتيجي برضو في هذه الجوينتس. دكتور الكارديولوجي يقول لك لا دي انجينا. واضح ان في سيلكشن بايز او سوري سبيشالتي بايز في الانتربريتيشن اوف سيمتومز. طيب ايه الحل؟ الحل بالاناليسز، البروفيشنال اناليسز اللي المفروض نبقى بنعملها. يعني ايه بقى؟ يعني اولا نشوف الاونست والكورس والديوريشن السايت والريفيرال والسيفيريتي وايه اللي بيزود البين، ايه اللي بيقلله والاسوسيشن. للاسف احنا ما بيبقاش عندنا وقت في العيادات، او بيتهيأ لنا ان احنا المفروض نقلب الزبون او نخلص بسرعه علشان خاطر نعمل عدد اكبر من البيشنتس، بس في الحقيقه ده بيخلينا نفقد عدد اكبر من البيشنتس، لانه لما بيروح لحد تاني بقى هو بيتقي ربنا وهياخد وقته في الاناليسيز اوف ذا كومبلين هيوصل للدايجنوزز الصح وهيأثر على البيشنت المسافة، وهيبقى هو ده الشخص اللي المفروض الناس تستأمنه على صحتها. فلو ان مثلا لقينا ان الاونست ابتدى سادن اونست والكورس بتاعه عمال بيزيد والديوريشن مثلا سي اديله اسبوع، والسايت سنترال شيست بين في نص الصدر كده وبروباجيتنج تو ذا شولدرز وبيزيد بالاكسرسايز ويقل بالريست ويزيد بيقل بالسابلينجوال نايتريت، فخلاص احنا بنشخص انجينا، ولا سيما لو كان اسوسيتد معاه نوزيا او اسوسيتد معاه سويتنج مع الاكسرسايز. والسيفيريتي بنحددها، هل دي اثرت عليك خلتك ما تنزلش مثلا تخرج من البيت النهارده عشان خاطر هذا البين ولا لا؟ في حين مثلا لو هو ريليتد للميلز بيزيد بالميلز وبيقل بالانتاسيدز، وساعتها يمشي اكتر مع الـ هيمشي أكتر مع مع الـ الجير. مع الجير. معلش لو حد فتح الميكروفون نقفله عشان ما يعملش صدى صوت. لو انه معاه تندرنس وبيزيد بالانسبيريشن وبالكف وبيزيد بالبريشر عليه، خلاص ده يمشي اوستيكوندرايتس. اذا احنا بس محتاجين ناخد شويه وقت في الاناليسيز اوف ذا زيها بالظبط بقى الشورتنس اوف بريس. هتلاقي لو ان عيان جاي بيشتكي بشورتنس اوف بريس، هتلاقي البالمونولوجيست بيفكر ممكن تبقى برونكيال ازمه او سي او بي دي. الانترنست وده اكثرهم يعني اكثر واحد اوبن مايندد بيفكر بقى في الانيميا والاوبيزيتي والهارت فيلير والبرونكيال ازمه والسي او بي دي كلهم، لان كل دول داخلين جوه تخصصه. اما بتاع الكارديولوجي هتلاقيه مركز قوي في الهارت فيلير. المشكله عند بتاع الكارديولوجي بقى انه عيان بينهج يعني هارت فيلير انتل بروفد اذروايز، سايبين بقى انه ممكن يبقى انيميك، انه الفيزيكال فيتنس وحشه وان هو اوبيز، ويقول لك العيان بيجي يوطي يجيب حاجه من الارض بينهج، فدي اسمها بندوبنيا. بتحصل اكتر مع الاوبيزيتي، صحيح بتحصل مع الهارت فيلير بس بتحصل مع الاوبيزيتي. وكمان لما يركب بقى شويه حاجات معاها ان العيان رجليه وارمه شويه، وده بيحصل بوزيشنال كتير في السيدات بالذات لما يبقوا قاعدين فتره طويله الاوبيز ورجليهم مدلدله لتحت، فممكن يبقى معاها ديزنيا وهارت في و ديزنيا ولور ليمب اديما، فيفكر على طول انها هارت فيلير وينسى خالص ان ممكن تبقى اوبيزيتي او تبقى برونكيال ازمه، وما يحطش حتى السماعه على ظهر العيان عشان يسمع. برضو الحل هيبقى في الاناليسيز اوف دي كومبلين بالاونست والكورس ديوريشن وهكذا. طيب عشان كده الحل الاساسي سينك لايك ان انترنست. حتى لو انت كنت كارديولوجيست او جاسترو انترولوجيست او بالمونولوجيست، ثينك لايك ان انترنست وايدن يور سكوب، لان العيان مش لازم هو ارى انك انت كارديولوجيست فيجي لك ان هو كارديولوجيست. انا بالعكس يمكن مور ذان 50% اوف ذا بيشنت اللي انا بشوفهم في العياده هم اصلا عيانين مش كارديولوجي، فلازم تفكر بشكل اوسع. الحاجه الثانيه انالايز سيمتومز بروفيشنالي. الحاجه الثالثه واتس كومن از كومن، بلاش بقى انت تجيب الحاجات الابنورمال قوي وتقول ده هي في الغالب كده، ده مش معناها ان انت برضو تنساها. يعني ما تبتديش بالبالمونري امبوليزم في عيان اصلا ما عندوش ساينز اوف دي في تي وتقول ده الشست بين سبب بالمونري امبوليزم، لان واتس كومن از كومن. ومع ذلك كيب ذا ديفرنشال دايجنوزس ان يور مايند. خد مثلا على سبيل المثال، ايه رايكم هايبرتنسيف elderly man with acute severe chest pain is not always ischemic. ممكن يبقى
aortic dissection. خد بالك بقى ان هم نفس الريسك فاكتورز بتاعت الكورونري ارتر ديزيز، هي الريسك فاكتور بتاعت الاورتيك ديسكشن، هايبرتنشن، دايابيتس، والاثروسكلروزس، والايدج. ففي الاخر اللي جايب اكيوت سيفير شست بين ده ممكن يبقى اورتيك ديسكشن. تقول له ايه يعني؟ هيفرق ايه؟ لا يفرق السما من العمى. واحد لما هتدي له انتي كواجولانت هيستريح، ده لو هي اكيوت كورونري سندروم. الثاني هيزيد الديسكشن كل ما بتدي انتي كواجولانت، وبالتالي هتموت العيان، هيفرق كتير جدا. طيب عشان كده بقى في الاكيوت اورتيك ديسكشن لو هو سسبكتد لازم تاخد بالك من حاجه مهمه، حاجه مهمه كلينيكال لو عملتها هتقدر تسسبكت الاورتيك ديسكشن. حد يعرفها؟ الضغط على الدراع اليمين غير الدراع الشمال، بنلاقي فيه اختلاف أعتقد. اه هو مش شرط، بس برافو عليكي دكتوره امل. اه برافو عليكي، لانه الاورتيك ديسكشن زي ما حضراتكم شايفين كده بيبقى لما بيحصل تير ويدخل البلاد ممكن ينفولف الارش وينفولف السبكليفيان ارتري او ينفولف البريكوسيفاليك ارتري، فساعتها ممكن يخلي في ان ايكوال بالس على الناحيتين، وبالتالي انت في ذا بيشنت بالس على الناحيتين، ولو حسيت ان في فرق كده في الفوليوم، عمره ما هيبقى في فرق في الريت، بس لو في فرق في الفوليوم ساعتها قيس البلاد بريشر، هتلاقي في فرق اكتر من 20 ملم مركري ما بين الدراع ده والدراع ده، لا تشك بقى في اكيوت اورتيك ديسكشن. اذا كومن بيت فول انك تشخصه اسكيميك وتقعد تدي له انتي كواجلانس انتي بليتس ويطلع في الاخر اكيوت اورتيك ديسكشن. طيب ده بالنسبه لدي، ناخد الكيس ستادي دي. عندنا 67 يير اولد مان، يا ريت بقى انتوا هتحتاجوا تكتبوا شويه حاجات، يعني لو جنبينا ورقه وقلم او جنبينا اي حاجه بنسجل عليها، لان انا هقول نوتس كتير. هي مش النوتس يعني، عايزين نطلع بالفايده. الكيس مش هي المهمه، انا مش عايزك تكتب الكيس، بس تكتب الفايده اللي في الاخر. A 67 year old man with typical effort angina that increased in frequency over the last week. Yesterday it awakened him from sleep. حلو قوي، يبقى هو بيجي له effort angina وبعد كده صحته من النوم، يبقى جات له اتريست. His resting ECG is unremarkable. لا في تي ويف انفيرشن ولا اس تي سيجمنت اليفيشن ولا اس تي سيجمنت ديبريشن، كانه نورمال يعني. What are the investigations needed and what is your rationale؟ شوف كده، هل نعمل له ستريس اي سي جي ولا نعمل له ستريس مايوكارديال بيرفيوجن ايمجنج اللي هو مسح ذري يعني بالمجهود، ولا نعمل له ليبيد بروفايل، ولا نعمل له انفيزيف كورونري انجيوجرافي؟ وانا مش بسالكم تختاروا واحده من دول، لا قول لي مين فيهم يتعمل، ممكن يبقى اكتر من واحده. يعني مين موافق على الستريس اي سي جي وليه؟ عايزين نقول يعني اذا كان الستريس اي سي جي، او اختار واحده من دول ويقول لي ليه، هو ايه الراشونال اللي ورا ده؟ ليه هو عايز يعمل ده؟ انا فضلت ان احنا نسال بدل ما تبقى محاضره كده عقيمه وانا عمال بقوله خلاص، فنشارك مفيش مشكله. انا لو يعني للاسف مقفول عندي ان انا اعمل بول كويشنز. الستريس اي سي جي، لان ان هو يقومه من النوم دي ساين اوف ريسك، ساين اوف ام اي هو احنا هنا تحول هو احنا لانست. طيب دكتور محمد قال ستريس اي سي جي لان في كونها قومته من النوم دي ساين اوف ام اي. طيب دكتور مينا، او انا رايي ان هو اصلا يعني الستريس اي سي جي عشان نكتشف هو عنده حاجه ويز ايفورت ولا لا، هو ده اصلا عنده يعني. هو يعني احنا لسه الستريس اي سي جي هنعمله لما نكون احنا مش متاكدين البين ده بيحصل له مع الايفورت ولا لا. هو بيحصل له البين اصلا اه مع الايفورت، فاذا دي حاجه خلاص صحيح، مش محتاج ان انا ادور عليها هتقول يعني. انه منطقي، انه خلاص الاستاتس جي مش عايز تختاره، انفيزيف وكمان بقى شايف انه مش هيفيدني في يعني حاجه. انا شايف ان العيان ده لا في مشكله موجوده بالفعل يعني، مش لسه طيب هعمل تحب تعمل الستريس ايه عليه. من اللي بعديهم غير الاستريس اس جي؟ هل نعمل ستريس مايكارديال بالفوجي ايمجنج مسح ذري؟ لا انفيزيف كورونري انجيوجرافي. يعني حاجه دكتور احمد يعني خالد حاجه بيقول انفيزيف كورونري انجيوجرافي. يعني اه بيني اتفضل يا اول دكتور مين. البيشنت من النوم ده حاجه تيبيكال يعني. يعني انت مع الانفيزيف كورونري انجيوجرافي؟ معايا طيب وليفل بروفايل؟ اكيد طبعا برضه، بس يعني دي مش حاجه ايرجنت دلوقتي. مش مشكلة بس تتعمل، انت موافق انها تتعمل، ليه فاهمك تتعمل؟ فاهمك، عشان ندور على ريسك فاكتورز اللي عملت فيه كده يعني. اكيد في ريسك فاكتور عملت منهم كويس هايبر ليبيديميا، ممكن تكون هي السبب الاساسي ده، وكمان هو طيب ميل واولد ايج. اوكي. بص حضراتكم كده، في حاجه اسمها بري تيست بروبابيلتي، يعني احتماليه ان العيان ده يطلع عنده كورونري ارت ديزيز قد ايه. فهم قالوا والله يعني على حسب الايدج زي ما انتم شايفين في العمود الاولاني على الشمال، وعلى حسب السيمتومز هل هي تيبيكال ولا اتيبيكال ولا نون انجينا.
عشان اقول على البين ده تيبيكال محتاج ان هو يبقى عنده تيبيكال سايت، يعني بيجي له ريتروسترنال شيست بين في نص صدره كده، ويبقى عنده تيبيكال بروباجيشن، بيروح للكتاف، بيروح للابيجاستريم، بيروح للجو، ويكون بيزيد بالاكسرسايز وبيقل بالريست، الحاجات اللي بتزوده والحاجات اللي بتقلله. طيب لو الثلاثه دول موجودين يبقى اسمه تيبيكال، لو اثنين من الثلاثه يبقى اتيبيكال، لو واحد بس من الثلاثه او اقل يبقى نون انجينال بين. فالعيان ده كان بيجي له تيبيكال ايفورت انجينا، كويس، بيجي له على في سنترال وبيجي له على الاكسرسايز وبتقل بالريست، فعنده الثلاثه، وبالتالي ده تيبيكال. طيب لما يبقى لما كل ما كان البين تيبيكال وكل ما كان الايدج اكتر، كل ما كانت البري تيست بروبابيليتي، يعني احتمال ان العيان ده يبقى عنده كورونا ارت ديزيز، تبقى كبيره. عشان كده هتلاحظوا ايه بقى؟ هتلاحظوا ان البري تيست بروبابيليتي الحمراء اللي انا عملتها بالاحمر دي، دول اللي عندهم الانستنس احتمال ان يطلع عندهم مشاكل اكتر من 15%، في حين اللي بالبرتقالي دول او الاورنج دول احتمالاتهم تبقى ما بين 5 ل 15%، دول الانترميديت بري تيست بروبابيليتي. اخيرا دول بقى اللي هم اللو بري تيست بروبابيليتي. يبقى انا الاول ابص للعيان، ايه رايكم العيان بتاعنا ده يعتبر هاي بري تيست بروبابيليتي، يعني احتمالات ان يطلع عنده كورونا ديزيز اكتر، ولا لو بري تيست بروبابيليتي، ولا انترميديت بري تيست بروبابيليتي؟ عيالنا هاي كان طبعا 67 سنه، هاي فلانه طبعا 67 سنه وعنده تيبيكال بين، فهو عنده كام في المية احتمال؟ 44% عنده تقريبا 44% احتمال، ده فيري هاي بري تيست بروبابيليتي. اذا انا مش محتاج اشخص بستريس اي سي جي. عشان كده العيانين اللي عندهم هاي بري تيست بروبابيليتي دول يحتاجوا انفيزيف كورونري انجيوغرافي على طول، وخاصه لو كانوا ريزيستنت للميديكال تريتمنت او معاهم هاي ريسك كرايتيريا. الحاجه الثانيه لو عذرا الحاجه الثانيه لو كان بقى لو بري تيست بروبابيليتي، خلاص ده احتمال قليل جدا، وما دام احتمال قليل جدا يبقى انا ايه، ما اعملوش اصلا، ده كونسيدر انذر دايجنوسيس. اما لو هو انترميديت، ده بقى اللي بيحتاج نون انفيزيف تيست. طيب لو فهمنا الكلام ده، هرجع للبيشنت بتاعنا، اعمل له ستريس اي سي جي ولا لا؟ طبعا مش هنعمل له ستريس اي سي جي، لان خلاص احنا ده عيان هاي بري تيست بروبابيليتي، انا مش مستني نطلع كده، انا عايز اشوف الليجن فين، وبالتالي ما هعملوش لا ستريس اي سي جي ولا ستريس مايوكارديال بيرفيوجن ايمجينج، انما اعمل له ليبيد بروفايل صحيح، واعمل له انفيزيف كورونري انجيوجرافي لان عنده علامات انستابيليتي، دي صحته من النوم يعني كان اترست، احنا مستنيين ايه تاني عشان خاطر نصوره ونعمل له قسطره. كويس، يبقى احنا شفنا ان في سبيشالتي بايز في الانتربريتيشن اوف سيمتومز. كمان عندنا نقطتين مهمين بقى، هما الانسيسري انفستيجيشنز والنجلكشتري انفستيجيشنز، هيبانوا اكتر في الكيس ستادي دي. عندنا بنوته او مش بنوته، ليدي 24 سنه with left sided chest pain زي ما انتم شايفين كده، متضايقه خالص اهي، of 2 days duration, not related to exertion، ملوش علاقه بالمجهود، associated with tenderness، يعني بتدوس عليه بيوجعها، وبعدين only partially responsive to local analgesic gel، ده هنت مثلا فولترين جيل ولا ديسبركام ولا حاجه من الايه، من الحاجات دي. المهم بيتحسن شويه. Her grandpa had MI at age of 67 years with PCI and stent implantation. هنا دي نقطه بقى، ده جدها كان عنده جاله مايوكارديال انفاركشن. طيب ولما حطينا عليها السماعه لقيناها نورمال اس 1 واس 2 with no murmurs. What is the investigations you need؟ نعملها سي بي سي ولا نعملها ايكوكارديوجرافي ولا نعملها ستريس اي سي جي ولا نعمل لها مالتي سلايس سي تي كورونري انجيوجرافي؟ احب اسمعكم، تحبوا نعمل ايه؟ سي بي سي واكس راي تشيست. نعمل سي بي سي واكس راي تشيست، ماشي. حد يحب يقول حاجة ثانية؟ دكتور بهاء قال برضه سي بي سي، ليه بتقولوا سي بي سي؟ طيب ايه الراشونال؟ لو هي انيميك ممكن يعمل لها مانيفستيشن زي الشيست بين يعني. صح، ممكن، بس ما يبقاش معاها تندرنس، بس هي بيل هتستفيد برضه، خدتوا بالكم كلمة بيل؟ كنا بيل يبقى ممكن تستفيد، ده صحيح. طيب نعملها ايكو كارديوجرافي؟ نعمل لها ايكو كارديوجرافي. الايكو كارديوجرافي هيفيدنا ازاي؟ ممكن يكون عندها ميترال فالف برولابس. ممكن صحيح ماتر بال برولابس، وان كان احنا طبعا ساعات كتير ممكن ما نسمعش الكليكس بتاعت المايترال فالف ويكون مش معاه مايترال ريجريستيشن، كويس.
و ستريس اي بس سي ده جي. يذكر مش اكيوت. ده اكيوت واديله يومين. المايتر فالف بروبس بيجي نغزات كده متقطعه، بتزيد اكتر دكتور محمد، بالتكيكارديا. اتفضل دكتور يعني علاء. دكتور محمد، لو عملنا البري تيست بروبابيليتي ليها اللي هي اي ثينك اقل من 1%، فده no need for further investigation يعني according to البري تيست بروبابيليتي يعني. So no need for further investigation as regard the coronary artery disease. صح؟ يعني انت رافض الاستريس اي سي جي ورافض المالتي سايت سي تي كورونري انجي، لان احنا لسه قايلين من شويه ان البري تيست بروبابيلتي بتاعت العيانه دي قليله جدا، وبالتالي كونسيدر انذر دايجنوزز غير كورونري ارتري ديزيز. ده حقيقي صحيح، تفكير بالضبط. منطقي بقى. شكرا دكتور اندر. طيب اذا عندنا نقطه بقى مهمه، في فاميلي هيستوري هنا ولا مفيش؟ والفاميلي هيستوري يا دكتور محمد، سوري، هو ات 67 سنه، مش عند يعني مش ميل عند 60 سنه ومعناش ريسك فاكتور، قد يكون عنده ريسك فاكتور طالما فوق ال 60. فاقصد هل ده نعتبره بريماتيور كورونري اسيسكوليتك ديزيز ال 67 سنه ده؟ شكرا جزيلا دكتور اندرو. بصوا الفاميلي هيستوري اوف ريماتيور كورونري ديزيز، ممكن واحد يبص يقول ايه ده، جدها جالها مايوكارديال انفاركشن قبل كده وركب ستنت، ده انت كده اكيد هاي ريسك. العيانين اللي عندهم فاميلي، اللي نقول عندهم بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف بريماتيور كورونري ديزيز، اولا بنشوفها في الفيرست ديجري ريليتيف، ده رقم واحد. رقم اثنين، الميلز بيفور 55 ييرز والفيميلز بيفور 65 ييرز، وبالتالي وبعض الجايد لاين بيفور 60 ييرز للميلز و65 للفيميلز. اذا هي دي اللي بريماتيور، انما لما الراجل يبقى 67 سنه. حضراتكم سامعيني؟ هاي ايوه دكتور محمد، كلمني. ما حد لما الراجل يبقى 67 سنه ده مش بريماتيور، ده السن الطبيعي بتاع الكورونا ارت ديزيز، وبالتالي this is not a positive family history، ولا تعانينا اطلاقا ولا تشكل ريسك على البيشنت دي. يعني ما هوش لا ده جدها جاله، جدها جاله لما كان كبير، هي لسه صغنونه، وبالتالي دي مش حاجه توجهني ناحيه ان انا اعمل للبيشنت مور انفستيجيشنز. طيب امال الانفستيجيشنز بقى اللي احنا بنطلبها ايه؟ احنا بنطلب اي سي جي، بنطلب كارديك باي ماركرز ساعات للعيانين علشان شاكين في اكيوت كورونري سندروم او نون ستيمي او ستيمي، بنطلب ايكو كارديوجرافي، بنطلب ستريس تيست زي الاستريس اي سي جي وستريس مايكارديال بيرفيوجن ايمجنج اللي هو المسح الذري، بنطلب ديبيتامين ستريس ايكو كارديوجرافي، بنطلب مالتي سايس سي تي كورونري انجيوجرافي وكاردياك ماجنتيك ريزونانس ايمجنج. انا بقى هديكوا فكره عن اسعار الحاجات دي عشان تعرف قد ايه الواحد بيبقى مجرم وهو بيطلب الحاجات دي وهي نون انديكيتد، وقد ايه الواحد بيبقى مجرم برضو وهو ما بيطلبش الحاجه المهمه علشان خاطر خايف يحمل على العيان زياده فيقوم ما يقدرش يطلب له. فلا لا افراط ولا تفريط. واخيرا للكاردياك كاثيترايزيشن لانها نوع من الانفستيجيشن. الانسيسري بقى كارديك باي ماركرز بتتكلف حوالي من 180 ل 300 جنيه. خلاص لما اقول unnecessary تقول لي يبقى يعني ايه unnecessary؟ يعني مثلا assessment of non-cardiac chest pain، عيان عنده chest pain with tenderness بيزيد بالانسبيريشن والكف وبيزيد لما تحط ايدك على صدره كده. This is not, this is a non-cardiac pain. لما تقولش بقى عايزين نطمن على القلب ونحسن يكون فيه جلطات ونعمل، لان دي للاسف اصبحت سبوبه دلوقتي. بقت العيان يطلب منه الايه؟ الانزيمات. وبعدين للاسف بقى بعض القله من السوق الطبي بقى ممكن ايه يبيع ضميره ويرتب ماله مع معمل ولا حاجه علشان يطلع له الباي ماركرز عاليه، فلما تطلع الباي ماركرز عاليه خلاص يبقى العيان ده يتاثر علشان خاطر يمكن يطلع كذا، وبعدين لما يدخل يقسطر ويكون العيان دفع له مبلغ يطلع مش محتاج ستنت يقول لهم الحمد لله. الاهل يفرحوا طبعا انه ما ركبش ستنت وما دخلش في الرقم الكبير بقى ال 30,000 وال 40,000 والكلام ده. يبقى اسسمنت اوف نون كارديك شست بين ما بنعملوش كارديك باي ماركرز. افتر سي بي ار، حد عارف ليه افتر سي بي ار ما نعملش باي ماركرز؟ ما ممكن فعلا يكون العيان ده ارستد عشان ما يكارديك انفارشن، ما نعملوش ليه؟ هتبقى عالية لأن أصلا أنا عملت ميكانيكال أيوة. سيرفس ستراكشر. صحيح هتبقى عالية فعلا، لأن كده كده أصلا السي بي ار بيعمل انجري للمايوكارديوم وبالتالي هنلاقيها عالية. اي واحد عملنا له سي بي ار من غير ما يجيب ما جوت انفارتد، وبالتالي هي انسيسري. طيب جميل، دكتور محمود حمدي قال كده برضه. برضه من الحاجات الانسيسري انك تعمل توتال سي بي كي اللي هو الكرياتين فوسفوكينيز السي كي كل الكلي الون في سسبكتد كيس اوف اكيو كورونري سندروم من غير ما يكون لو هو اندر وينت انتراماسكيولار انجكشن.
لان حضراتكم عارفين ان الواحد لو عمل لو خد انترا ماسكل انجكشن بيعمل ماسل انجري، والماسل انجري هتطلع سي كي، فالسي كي هيبقى عالي برضه. اذا ما تعملش سي كي لوحده بقى، تعمل سي كي وسي كي ام بي عشان نشوف البرسنت بتاعت السي كي ام بي قد ايه من السي كي، لانه كل ما كان البرسنت زادت عن 10% من التوتال كل ما معناها ده اوف مايوكارديال اوريجن. وطبعا بقى دلوقتي بقينا بنعمل الهاي سنسيتيف تروبونين، مش الكواليتيتيف اللي هو بوزيتيف ونيجاتيف، ولا حتى التروبونين الكوانتيتيف الارقام العاديه، احنا بنعمل هاي سنسيتيف لان هو ده الموست اكيوريت اللي كان رول ان ورول اوت. دكتور اندرو بيقول الكارديال دامج، وكل ما كانت النسبه اكتر بقى يعني 20% 25% ده معناه انه اكتر مايوكارديال دامج. الحاجه الثانيه انه زي ما قلنا ان التوتال سي بي كي بيعلى مع الماسل انجري العاديه، وبالتالي لو عيان واخد انتر ماسكل انجكشن وعملت له سي كي بس هيطلع يعني عالي، لا ده مش مايوكارديال انفاشن ولا حاجه. طيب انسيستري ايكو كارديوجرافي، الايكو بيتكلف حوالي 300 جنيه، طبعا في اماكن ثانيه بيتكلف 600 جنيه و700 جنيه، يعني ده انا بس بديكم المتوسط. لو هنقول هنا في بني سويف لو هنعمله اون اوت بيشنت بيزز مش بيد سايد في الرعايه، لان بيد سايد في الرعايه ممكن تلاقيه ضعف، تلاقيه اكتر من كده كمان. ليه بقى الناس بتطلب انسيستري ايكو كارديوجرافي؟ اولا عشان الانكمبليت كلينيكال اسسمنت، مكسل يسمع العيان بالسماعه ومكسل ياخد هيستوري كويس وعايز يعمل ايكو خلاص ننجز. الحاجه الثانيه المشهوره جدا بقى زمايلنا الجراحين اللي خايفين الليسته بتاعتهم تتضرب، فبيبعتوا الحالات تعمل ايكو علشان خايف من دكتور التخدير لما يجي يمر على الحالات يجي ايه مطير له نص الليسته علشان خاطر مش عاملين ايكو وانا شاكك ان عليهم كذا وده كبير لحسن يطلع اسكيميك والكلام ده، فبيجوا ايه عاملينه unnecessary. الحاجه الثالثه ان في ناس بتعتبره روتين انفستيجيشن، يعني ما دام العيان دخل عياده القلب يبقى لازم يعمل ايكو، فذيس از روتين انفستيجيشن كده الكشف بالمغناطيس. طبعا دكتور اندرو بيفكرنا دلوقتي بملف السكر، لانه زمايلنا في التامين الصحي هي ده سلاح ذو حدين، يعني طبعا يعني هو عملوا على حساب التامين ايكو كارديوجرافي لكل البيشنت الدايابيتك، في فعلا حالات اكتشفنا منها مشاكل، بس طبعا لما يتعمل كده هو مش كوست افكتيف في رايي. طيب زي ايه بقى انسيسري ايكو؟ بريفيسلي دايجنوست انسنت ميرمر، عيان اتسمع عليه انسنت ميرمر وتاكدنا انه ما عندوش مشكله، وبعدين نقول له طب لا اعمل تاني لاحسن يكون في حاجه، اعمل تاني لاحسن يكون الايكو مش عارف ايه، فده ايه؟ ده انسيسري ايكو. كمان اوف نون كارديك تشست بين، خلاص بقى احنا عرفنا ده جرد وبرده نعمل صوت بيقطع يا دكتور مرة نطمن ده برضو أمس يمكن السلام عليكم السلام عليكم سامعني يا دكتور محمد صوت كويس طيب الستيبل هارت فهد جديد ولا اريزميا جديده ولا اي حاجه؟ لا ما دام هو ستيبل يعني حرام ان انت تعمل له ايكو وتكلفه. طب الايكو عندك في العياده ايه مع نفسك كجزء من الاكزامينشن من غير ما تحمل العيان فلوس؟ مفيش مشكله عادي، انما هتحمل العيان فلوس واكزام جديد وكل حاجه لا، يعني خلال 6 شهور ده مش مقبول. روتين اسسمنت فور هايبرتنشن، لان انت عايز تعمل ايه في الهايبرتنشن؟ يعني تطلع ايه؟ تطلع انه عنده ليفت فنتيكل هايبرتروفي، هيبان في الاي سي جي وارخص كتير، فانت ما تكلفش العيان حاجه كبيره. النقطه الثانيه انه يمكن عايز اشك اللي يكون في كوركتيشن عادي، قبل ما تبص على الاورتيك ارش وتشوف في كوركتيشن ولا لا، معلش يعني شوف الان ايكوال بالس وشوف الراديو فيم ديلي، هتلاقي هتقدر تشك اذا كان عنده كوركتيشن ولا لا. لو كان يانج مثلا ممكن روتين اسسمنت لاي عيان كان عنده هايبرتنشن يتبص على عليه بالايكو؟ لا. الروتين بري اوبرتيف ايكو، اي عيان داخل العمليات لازم يعمل ايكو، ده بقى يعني برضو ده ان نيسيسري ايكو كارديو. طيب كونترا انديكيتد تي سي جي، حد يقدر يدينا مثال كده لعيان ما ينفعش يكلف من 300 ل 500 جنيه؟
العيان اللي في اكيوت كورونري سندروم. ايوه صح، عين اكيوت كورونري سيندروم ما ينفعش، بس في الغالب الناس مش بتغلط هنا يعني. مش هيعمل اصلا وان مش كان صحيح هنعالجه. انتوا لسه من شويه، لسه من شويه سامعين انه يعني عيان صحي من النوم على شيست بين، ففي ناس كانت بتفكر ان نعمله ستريس اس جي. لا، اما جات له اتريست هيعمل ستريس اس جي، هيجوت انفاركتد. انما لو سيمتوماتيك سيفير اورتيك ستينوزس، دي نقطه مهمه جدا وبشوفتها كتير للاسف بقى. وفي مره عيان حصل قدامي اتطلب منه ستريس اس جي لان بيجيله شيست بين، فلان الزميل ما سمعش، ما كلفش نفسه يحط السماعه، هو كارديولوجيست وما حطش السماعه على صدر العيان، فما سمعش المرمر الهارش الجامد اللي على البيز اللي راح للكاروتيد، وبالتالي العيان ده عنده سيفير اورتيك ستينوزس، وهو ده اللي مسبب له الشيست بين، وبيبقى ايفورت انجينا تيبيكال بيجي مع الاكسرسايز ويقل بالريست. ده لما يطلع ايام الاكسرسايز، طبعا زي ما حضراتكم عارفين مع الاكسرسايز بيحصل بريفرال فازو دايلاتيشن والبلاد فيزز بتوسع، فتكون النتيجه انه يحصل البلاد، لما البلاد فيزز توسع عشان بتاعه المسلز، المفروض الهارت يطلع دم يكفي البلاد فيزز دي، ما بيحصلش لان عنده فيكسد اوبستراكشن، وبالتالي فيكسد اوبستراكشن كارديك اوتبوت ذا سيم مش قادر يزيد، في حين ان الفاسكليتشر وسعت قوي يحصل هايبوتنشن، ما فيش يقل السيريبرال بلاد فلو، العيان يجات شوك ويقع ويجات سينكوبي وممكن يتعور وهو بيجري على الجهاز ده، اذا كمان ما حصلوش مشكله كبيره وارستد. وده اللي حصل، العيان ده كان ارستد واشتغل عليه سي بي ار ورد تاني، وكان الكلو في ايه؟ كلينيكال جادجمنت، بس احط السماعه على ايه؟ على صدر العيان. الان ستيبل انجينا بيكتورس، لانه لو هو مش ستابلايزد بالميديكيشنز ما ينفعش طبعا الاكيوت كورونري سندروم زي ما حضراتكم قلتوا كده. في بقى ان سيستري ستريس اي سي جي اللي هو اصلا احنا مش محتاجين نعمله، مش بقى كونترا انديكيتد، لا مش محتاجين نعمله. يعني مثلا فور دايجنوزز اوف كوروناري ارتري ديزيز، انت مش لسه قايل لنا من شويه لو هو هاي بري تيست بروبابيلتي، ركزوا معايا، لو هاي بري تيست بروبابيلتي انا مش محتاج اشخص، خلاص ده يدخل يعمل قسطره. لو هو لو تيست بري تيست بروبابيلتي انا مش محتاجه برضه، ده نون كاردياك، يبقى مين اللي ممكن يعمل؟ هو العين الانترميديت بري تيست بروبابيلتي. طب الانترميديت ده الستريس اي سي جي طلع فيه فولس بوزيتيف كتير وفولس نيجاتيف كتير، فعشان كده اخر جايد لاينز في الامريكان واليوروبيان جايد لاينز فور اسسمنت اوف كورونري ارتري ديزيز طلعت الستريس اي سي جي من الدايجنوزز، قالت ده فحص ملوش اي لازمه، والفحص ده يعني يمكن اهميته الوحيده انه بيعرفني الفانكشن كاباسيتي بتاعت العيان، مش عشان تشخص، لانه بيدي فولس بوزيتيف كتير وفولس نيجاتيف كتير، بور سنسيتيفيتي وسبيسيفيتي. عشان كده بقى انا يعني بقول لكم اهو، ما تطلبش العيان ستريس اي سي جي علشان مجرد تشخص كوروناري ارت ديزيز، حتى لو كان انترميديت بري تيست بروبابيلتي. والناس اللي عندها ستريس اي سي جي في المراكز بتاعتها والعيادات بتاعتها فطلبوا، هم خلاص دلوقتي هذه الاجهزه ما بقتش تنفع لانها في اجماع على انها ما بتديش اوت كام كويس، وبالتالي الحاجه الوحيده اللي تخلينا نقول ان هو بيعملها واحنا مطمنين هو انه يكون عايز يعرف الفانكشنال كاباسيتي بتاعت العيان، كانه بيعمل له اكسرسايز تيست عشان يبكرايب اكسرسايز بروجرام. طيب unnecessary مالتي سايز سي تي كروناري انجيوغرافي 2500 جنيه ده من غير اي حاجه، زي ايه بقى؟ زي تو اسيس كرونري ارتريز والستنس في الاسيمتوماتيك بيشنت، عيان ما عندوش سيمتومز خالص، دكتور اطمن على الدعامه، عايز اطمن على الشرايين، قول له طب اعمل مالتي سايز سي تي كرونج، لا ده unnecessary. خد بالك العيان ده بياخد 100 سنتي صبغه، ال 100 سنتي صبغه دول سواء بقى كان نون ايونيك ولا ايونيك، اللي هي اصلا شحه في السوق دلوقتي وفي اماكن اشعه قفلت علشان خاطر ما فيش صبغه، ال 100 سنتي صبغه دول ممكن يدخلوه في كونتراست انديوز نيفروباسي ويقعد يغسل طول حياته، لانه كان بيعمل انسيسري انفستيجيشن عشان حضرتك بس ايه قلت له خلاص مشيت تبع ما الزبون عايز، او بقى بعد الشر يعني لا يكون انت مربط مع المركز اللي بيعمل الاشعه علشان خاطر مستني تاخد منه مثلا حاجه اخر السنه، تلفزيون ولا موبايل ولا ساعه ولا كلام العبيط ده، تبعت عيانين مش انديكيتد. طيب كمان تو دايجنوز كورونا ارت ديزيز ان بيشنت ويز بروبابيلتي، اتفقنا ان لو بري تيست بروبابيلتي كونسيدر انذر دايجنوز، لو هاي بري تيست بروبابيلتي دي قصه ثانيه، والانترميديت ده هيبقى مفيد فيهم جدا، بس مفيش حاجه اسمها انا عايز اطمن على الشرايين وانا ما عنديش ايه؟ ما عنديش اعراض. طيب
unnecessary in coronary angiography حوالي من 5000 ل 6000 جنيه. طيب في عيانين بيعملوا كده، ده في بني سويف بقى كتير وبالهبل الكورونا انجيوجرافي دي، وطبعا في اسعار قليله كده عشان خاطر الزبون ايه يعمل، فهتلاقي مثلا في 4000 جنيه وفي 3000 جنيه وهكذا. ليه unnecessary بقى؟ اكزامبل زي ستيبل كورونا ديزيز كنترولد بميديكيشنز، خدوا بالكم يعني دي اكتر سبب بيخلي العيانين يدخلوا يعملوا القسطره، هو ستيبل وكنترولد بالميديكيشنز ومش متضايق من الميديكيشنز، بس الدكتور يقول له ما دام بيجي لك انجينا يبقى تعمل. وفي الحقيقه لما بيعمل بيلاقي فيه ليجن وبيوسع ويركب دعامات وبيتحسن وبيبطل ياخد الادويه، ده صحيح، بس لازم العيان يبقى فاهم ان ده مش هياثر على البروجنوزس في حاجه، ده مجرد سيمتوماتيك تريتمنت. وبالتالي المعلومه دي مهمه جدا، العيانين الاسكيميك اللي عندهم 90% ليجن في الليفت انتيريور ديسندنج ومحتاجين ان هم هيعمل قسطره يلاقي فيه 90% ويركب دعامه وهيتحسن، هو الدعامه الهدف منها انها تقلل البين. لو العيان ما بيجيلوش بين مع الميديكيشنز ومش متضايق من الميديكيشنز is not in need for invasive coronary angiography، انما لو متضايق من الادويه يقول لك يا دكتور لا انا زهقت من الادويه خلاص هتعمل قسطره عشان خاطر ما تاخدش ادويه، او مش او resistant للميديكال ثيرابي. طيب كمان الروتين بري اوبرتيف بيشنز with history in patient with history of stent implantation، عيان ركب ستنت مثلا من 5 سنين والراجل يعمل مثلا عمليه حصوه في المراره ولا حاجه، فالدكتور يقول له لا روح للدكتور بتاع القلب يقول لي انت تنفع تدخل العمليات ولا لا، فطبعا ده الايه بقى عند الدكاتره اللي ما عندهمش ضمير، فممكن يجي واخد العين او اللي ما يعرفوش لانه اما من قصوره او من تقصيره، يا اما هو قاصر مش عارف ان العيان ده مش محتاج يعمل كورونا انجيوجرافي، يا اما عارف انه مش محتاج بس ايه مقصر مع العيان وعايز يزود يعني دخله. فالعيانين دول مش محتاجين ان هم يعملوا بري اوبرتيف روتين، لا ما دام ما عندوش سيمتومز جديده خلاص، ما دام ده مش هيغير الديسيجن بتاع انه يدخل يعمل جراحه او لا، مش تعالى نطمن على الشرايين ما دام مش مأثره على الكونتراكتيليتي مش ما فيهاش سيمتومز ما تتعملش روتين. كمان بقى الانيوال اسسمنت اوف كورونا ارتريز، ودي حاجه كانت حصلت قبل كده، كان جالي حد يعني واحده، والواحده دي عمرها تقريبا حاجه و30 سنه وجاي عامله مع احد الزملاء كورونري انجيوجرافي، وانا مش هقول كان ايه السبب لان ممكن تكون كانت جايه بتيبيكال برزنتيشن، وساعات الستات يضطروك انك توصل لدرجه انك تعمل لهم كورونري انجيوجرافي، ماشي هنفترض ان هي كان فعلا انديكيتد ساعتها، بس بقى الغريب جدا انها جايه لي العياده عشان عايزاني انا اعمل لها القسطره الثانيه، قلت لها اعمل لك قسطره ثانيه ليه؟ انت عندك اي اعراض؟ قالت لي لا بس هو الدكتور قال لي لازم كل سنه تعملي قسطره عشان نطمن على الشرايين. ايه رايكم في دي؟ طيب يبقى ده حرامي وبيحط ايده في جيب العيان والعيان مبسوط، ده اوحش من الحرام ان احنا نعمل في حاجه اسمها، انا يعني كتبتها ولو في حد يعني يعني لو في جمعيه ساينتفك بتبص على المحاضره دي تقول لي ايه الهبل ده، في حاجه اسمها انيوال اسسمنت اوف كورونا ارتس باي قسطره كل سنه كده عشان نطمن، تعالى نطمن على القسطره على الكورونس حاجه طبعا يعني اسف اجلي جدا. طيب تعالوا نشوف الكيس دي، ايه رايكم في هذا الاي سي جي؟ انا هقول لكم على واحده من الكومن بيت فولز اللي بتحصل، ولا نسمع كومنت، ايه رايكم يعني لو حد كلام اللي بيحبوا الاي سي جي او بيقراوا الاي سي جي يقول لنا كومنت. دكتور محمد بيقول الليدز متبدله، يعني برافو عليك، هو في ليد 1 او السطر فوق فتلاقي التي ويف مالها انفرتد، ومش في واحد بس ده في واحد واي في ال، واحد واي في ال دول ممكن يكون بيشوفوا لاترال ليدز، فنقول ايه ده يبقى العيان ده عنده لاترال اسكيميا، لو العيان ده بيتعمل بري اوبرتيف ودايابيتك هنقول له ده انت عندك لاترال اسكيميا، فيجي يقول لنا بس انا ما بحسش بحاجه، نقول له اصل انت دايابيتك وعندك اوتونوميك نيوروباثي وما بيحسوش بالبين، بس اكيد مش بتنهج، ايوه بنهج خلاص، يبقى انت لازم تعمل ايكو وتعمل كورونري انجيوجرافي وتعمل ستريس اي سي جي وتعمل مش عارفه ايه علشان خاطر تصور الشرايين وما ينفعش تعمل عمليه ونأجل العيان. هو الموضوع كله بوزيشن اوف ليمينج، الكلو ايه بقى؟ المفروض الاي بي ار موجود عند الكتف اليمين، كل حاجه بتبقى نيجاتيف طلعت كل حاجه بوزيتيف، البي ويف فيها بوزيتيف وهي باصه لفوق وده، واي في ال هي اللي مقلوبه، البي ويف فيها نيجاتيف وبالتالي
يبقى دول الايدين. اذا مجرد بس ان انت بدلت الايد اليمين مكان الايد الشمال، عشان كده تاكد قبل ما تدايجنوز اتاكد ان الاي سي جي معمول صح. طيب الكيس دي بقى عيان عمره 43 سنه هايبر تنسيف جايب اكيوت شيست بين، عمل مالتي سلايس سي تي ويز كونتراست. حد يحب يقول فيه؟ احنا الكات دي طبعا في اللنج هنا، واحنا عند الليفل كده بتاع الايه؟ بتاع الاورتيك ارش زي ما انتم شايفين. حد شايف في حاجه؟ شوية طيب أثر خلينا الستينوزس مش اللي في النص دي شويه اثروسكلروزز. ايوه كويس، الاورتيك ارش اهو اللي هو معدي من قدام لورا من اليمين للشمال، في الوول بتاعته في خط ابيض كده خفيف في الحته دي، فده كالسيفيكيشن واثروسكلروز. طيب ايه رايكم في الحته الخط ده؟ انا مش عارف هو بيبان هنا خط ولا انا مش باين حاجه. ثواني واحده نشوف ليزر بوينتر. الليزر بوينتر ظهر. ايوه تمام صح. طيب ايه رايكم في الخط ده؟ الخط ده مع الحته دي كده، طب الحته البيضه دي ايه؟ مش عارف هل دي ممكن، لا ممكن واحد يتلخبط ويقول ايه ده الاورتيك ارش اهو، وفي ديسكشن فلاب دي خط كده، والحته دي خدت صبغه كتير عشان هي مثلا اليومن، وكل ده سي فولس اليومن. تفكر كده. طيب امال فين السنكيفه؟ ذيس از ذا سوبيريور فينا كيفا. السوبيريور فينا كيفا بيبقى موجود جنب الاستندنج اورتا على طول على الناحيه اليمين، وهتلاقيه لونه ابيض اكتر من الباقي. ليه؟ علشان خاطر هو واخد صبغه، لان هم حقنين له الصبغه فين؟ انترافينس في دراعه اليمين، فكانت النتيجه انه يبان كده. فده ممكن واحده من الحاجات اللي بتلخبط حتى دكتور الاشعه بالمناسبه، بس الكلو فيها ايه؟ انك انت تعرف ان العيان ده انك تدور على مين؟ على الاس بي سي، فين السوبيريور فينا كيفا. طيب هنا عندنا عيان 39 سنه اكيوت شيست بين في ميل، لا دي ميل اولد 39 سنه وسموكر وعنده اكيوت شيست بين. ايه رايكم؟ الاس تي سيجمنت اليفيشن في ليد 2 واي في اف وكل هنا الليدز دي ليد يعتبر 2 في اس تي سيجمنت اليفيشن. نعم والانفيو ليدز 2 و2 واي في اف 2 واي في اف بيريكاردايتس موست بيريكاردايتس هيز بودكس ساين بيريكاردايتس. انا يعني مبسوط ان معايا ناس شاطرين كده. هو الاس تي سيجمنت هنا بيتت فعلا في الانفيريور ليدز او في 2 وليد اي في اف، الا انه كمان في ليد واحد برضه الاس تي سيجمنت اليفيتد، وبعدين في ليد في 4 وفي 3 وفي 4 وفي 5 وفي 6 برضه اليفيتد. واضح ان هو كونفكس ولا كونكيف ابوردز؟ هو كونكيف ابوردز. اذا هو واخد البريكورديال ليدز معظمها، او واخد معظم الليدز، اذا مش واخد ديستريبيوشن معين، مش انفيريور بس، ده انفيرير ولاترال وانتيرير وكونكيف ابوردز، وهتلاقي فيه كمان اس تي سيجمنت ديبريشن هنا، سوري بي ار سيجمنت ديبريشن بي ار ديبريشن في الاثنين. ايوه فده بتاع اكيوت بيريكارديتس، مش بتاع كارديال انفاركشن، ولا يستبعد ان العيان دكتور حسام كان كتب بيريكارديتس برضه، ولا يستبعد ان العيان اللي عنده اكيوت مايوكارديال انفاركشن يجي له يبقى كومبليكيتد بايه؟ ممكن يبقى كومبليكيتد باكيوت بيريكاردايس. طب طيب الأفراح زي 39 سنه في ميل، سامعني؟ يبقى هي 39 سنه وعندها ليفت فيمرو بوبليتيل دي في تي وبروفوكت باورال كونتراسبتيف بيلز، يبقى كانت بتاخد اورال كونتراسبتيف بيلز وجالها دي في تي كويس، وابتدت تاخد عايز اقول حاجه على سبكيوتينس الحاجه هابرين. اتفضل عملت تمام اوتوميتد معايا يا مينا؟ الحل قبلها بس يا محمد كنت عايز اقول انت حاجه كده. بتسالني حاجه؟
الحالة قبلها كان عيان جاي اهي في اي كي جبتها. اي. اه انا شفت عيان زي كده اي كي اي، وكان يعني اتعمل له اي سي جي كده بالصدفة في العناية، وطلع ان كل الليدز كان فيها الاس تي اليفيشن ليت. كويس، ده بيحصل مع ممكن برضو الاي كي اي مع تعمل كريتيكال اليورينيا. دايس، يوريمك كريتيكال دايس. اه طيب فبقول 39 سنه في ميل ليفت الفيمر وبوبليتي دي في تي وجا بالاورو كونتراسبتيف بيلز، عملت اوتوميتد سي بي سي، بيسحبوا الاس بي سي في الرعايه، لقوا البليتلت كاونت بعد 4 ايام من الهيبرين 89000. ايه رايكم؟ هل ممكن ده يفك البيبي. استبيانيتا ولا لا؟ هل معمول لها بيس لاين ولا لا؟ اسئله كتير. هل معموله ايه؟ بيس لاين هيت، دي هيت ممكن تبقى هيت. ما كانش عاملين بيز لاين. We دكتور need to بهاء consider كاتب هيت، hit. يعني هيبرين induced thrombocytopenia. ايوه مع دي الهيبرين ده ابلكيشن معروفه للهيبرين. ممكن البيت كان ايه؟ يقل. في حد كان بيتكلم وانا قاطعته؟ دكتور محمد؟ طيب يا دكتور، انا قبل ما تحفظ الهيت فاذا لازم ان هي تبقى الفورتي، 40 لازم ايه؟ الفورتي على الجريس اللي هي الفورتي اللي هي ثرومبوزس والحاجات الثانيه بتاع الهيت، انما اشخص من غير اي حاجه يعني انت معترض على ثرومبوزس تشخيص ولا الهيت. ايه رايك حضرتك؟ طيب كويس، اه هو احنا الاول لازم عندنا بيز لاين علشان نقيس عليه، وان كان طب هم ما كانوش واخدين فممكن يبقى كده، بس وانس ان انا لقيت دي سسبكتد هيت هضطر ان انا اوقف الهيبرين واستخدم حاجه ثانيه، ده نمبر 1. بس في بقى نقطه مهمه جدا، الكلو كان في الكلمه دي. لما جينا بصوا كده، ده البليتلت، ده الفيلم. لما جينا بقى هي كانت اوتوميتد، كويس كانت اوتوميتد، بس اوتوميتد يعني الجهاز بيعدكم. ايه اللي حصل في البليتلت اللي انا بشاور عليها دلوقتي دي؟ البليتلت هنا متلزقه في بعضها، حصلها كلامبنج. ليه بقى؟ لان التيوب اللي بتاعت السي بي سي بيبقى فيها اديتا، والاديتا بتؤدي بتخلي البليتلت تلزق في بعضها، فلما تيجي انت تحطها في الجهاز، الجهاز الاوتوميتد ده بيعمل ايه؟ كل دول، وبالتالي بقى يهد كل دول كانهم واحده، ودول كانهم واحده، وبالتالي النمبر بتاع البليت كاونت هيحصل له ايه؟ هيقل. عشان كده لما يطلع لك في الاوتوميتد سي بي سي بليتلت كاونت قليل، اوعى تشخص هيت، اصبر وخد بلاد فيلم وعده مانيوال على ولما تيجي تسحب العينه ما تحطهاش في اديتا تيوب، حطها في اديتا فري تيوب. دي نقطه غايه في الاهميه. عشان كده وانت بتكتب التحليل ده بقى بيفرق كارديولوجيست فاهم عن واحد مش فاهم. انت بتكتب التحليل، اكتب بليتلت كاونت اون ان اديتا فري تيوب عشان ما يحصلش الحركه بتاعت الكلامبنج دي وتتعمل ساعتها اوتوميتد هيس، او يعدوه بنفسهم تحت الصوت. كويس كده؟ طيب ايه رايكم الاسسمنت اوف بيوتيك افكت؟ أنا عايز أتأكد الهيبرين بتاع الست دي شغال ولا مش شغال. أعملها ريشيو، الثلاثة دول بيبقوا مع بعض كده في تحليل. إيه رأيكم نعمل لها مين في دول الأول؟ بي تي تي عشان ده الانترنسيك باسورد. احنا بنعمل الهيبرين بيعملوا البي تي تي، انما ما حدش بقى يقعد يتابع الهيبرين بالاي ان ار ويلاقي الاي ان ار ما بيطلعش والبي سي ما بينزلش، هو الهيبرين لا يؤثر على دول اطلاقا، انما دول بتوع مين؟ دول بتوع الوارفرين. انما احنا الخيار الصحيح هو الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، ده اللي بيتاثر بالهيبرين، اما ده البي تي تي دول بتوع الوارفرين. احنا قربنا نخلص ان شاء الله، انا عارف انا طولت عليكم، بس انا يعني حابب الم البيت فولز كده ايه بقى على قد ما نقدر. احنا خلاص بننتهي يعني قريب قوي. الكيس نمبر 7 دي، محمد مدحت ده 63 سنه مان القلب
هذا بزون. حلو كده، يبقى عين لسه جاي، يبقى جاي الريسبيراتور وارثوبنك والساتوريشن بتاعت 90%. لما جينا نحط الايكو على الابدومين لقينا الاي في سي الانفيريو فينا كيفا دايمتر زي ما انتم شايفين كده، احنا بنقيسه على حوالي من 2 ل 30 سم من قيسه في الاكسبيريشن ات اند اوف اكسبيريشن مش انسبيريشن، لقيناه 15 مللي والنورمال لغايه 21 مللي. كويس كده؟ اللي بيشتغلوا في الرعايات عارفين الحركه دي. نبص اي في سي. طيب السؤال would you consider him in severe pulmonary congestion وهو الاي في سي 15، ولا you will rule out congestion and search for another cause of respiratory distress because of the non-congested IVC. يعني هتقول العيان ده congested مع ان الاي في سي ده ولا حاجه وهتبتدي بقى تدي له دايريتكس، ولا هتقول لا العيان ده مش congested وسبب الديزني حاجه ان الاي في سي مش congested و... لا ده congested بسبب حاجه غلط. congested congested ملوش علاقه بالاي في سي. ما اديش دايريتكس. لا congested طبعا. congested وهدي دايريتكس. طيب هي دي نقطة مهمة جدا لأن شفتها من يعني أكتر left sided من يقول لك خلاص مش congested، هو بعض pulmonary congestion مش لازم ال IVC يبقى dilated. ال IVC dilated لما ال right side هو اللي يبقى فيه، لا مش ال IVC يبقى dilated خاصة في ال acute situation. العينين دول قبل ما يدخلوا في myocardial infarction كان overlimic، الفوليوم بتاعهم كان نورمال، فاول ما دخل انفارشن كانوا لسه مش كونجستد ولا حاجه، بس جالهم المايكرومت في اللنج عشان الليفت فينكل بقى ضعيف مش فرض، فضلا بقى عن ممكن يكون حصل اكيوت مايتر ريجريشن. العينين علاقه بالاي في سي ما تقولش بقى انا هدي دايريتكس سلايد جايدد بالاي في سي، احنا بندي دايريتكس عشان خاطر البلمونري كونجيشن حتى لو هخليه شويه ديهايدريتد عشان خاطر النفس متضايق او زي ما انتم شايفين. وطبعا هيبقى الافضل ان العيان ده لو فضل كده ونفسه مش متحسن هيتحط على سي باب، ده هيبقى افضل. طيب يبقى اذا جاوبنا على السؤال ده. كمان من كده خلصنا الدايجنوستيك بيت فولز. اخر حاجه بقى هي الثيرابيوتيك بيت فولز في الكارديولوجي براكتس. من الحاجات الوحشه جدا جدا اللي بشوفها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز الاسكيميك النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز عشان الصداع ولا عشان خاطر وجع المفاصل في عيانين عندهم ريزيستنت هايبرتنشن او هارت فيلير. النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز هي انتي بروستاجلاندنز، والبروستاجلاندنز دي رينال فازو دايليتورز. معايا؟ يبقى لما هدي انتي بروستاجلاندن البروستاجلاندن هتقل، يحصل رينال فازو كونستريكشن، رينال فازو زود الضغط، رينال بلاد فلو هيقل، يبقى الكدني هتزعل وتطلع رينين، والرينين يحول انجيوتنسينوجين لانجيوتنسين، المهم يحصل هايبرتنشن ويحصل سولت اند ووتر ريتنشن والعيان الهارت فيلير يتنيل. واحد اسباب دخول الرعايات في عيانين الهارت فيلير بدي كومبنسيتد هارت فيلير ان هم خدوا نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز عشان ركابهم او عشان الصداع. من الحاجات البيت فولز برضه سب لينجوال نيفيدبين زي الابيلات اللي هو كان في كبسولات ده يتخرم كده وكان بيتاخد في الاستقبال، اعتقد يعني بقى في اويرنس كبيره دلوقتي ان للعينين الهايبرتنشن لانه بيوطي الضغط فعلا جامد لدرجه انه بيوطي الضغط فبيعمل ريفلكس تاكيكارديا. فالعيانين اللي هم اسكيميك لما بيحصل لهم ريفلكس تاكيكارديا دي بيخشوا في مايكارديا انفارشن عشان الديماند بتزيد قوي، القلب بيضرب بسرعه بسرعه ومش لاحق، والكورونرز كان فيها مشكله لدرجه ان في ناس دخلوا في مايكارديا انفارشن، ناس دايد بسبب السب لينجوال نيفيدبين. فده مال براكتس المفروض ما يحصلش. طب تقول لي مو نحط ايه؟ نحط ممكن سب لينجوال كابتوبريل ممكن. من الحاجات برضو الوحشه الناس اللي بتدي حقنه لازكس للعيانين هايبرتنسيف. العيان الهايبرتنسيف عنده حاجه اسمها بريشر دايوريسيس،
يعني لما البريشر بيعلى اصلا بيعمل ناتريوريسيس ودايوريسيس وبيبقوا شويه دي هيدريتد. فلو ان العيان بتاعك جاي بسيفير هايبرتنشن فانت عشان تنزل له ضغط تدي له حقنه لازس، انت كده بوظت الكلى، انت كده بوظت العيان. انما الحل حط ادي له ساب لينجوال كابتوبريل، ممكن تدي، مش لازم ساب لينجوال، احنا مستعجلين ليه برضه؟ ما دام ما عندناش هيدك جامد ولا اي حاجه، خد علاجه، ياخد العلاج اورال عادي ويبلعه ويروح البيت، يعني مفيش مشكله. ما انت مش عارف انتوا بتبقوا مشدودين ليه في الاستقبال. هو الصداع ياخد له برفالجانيه ولا حاجه ولا بنادول او كده، وياخد حاجه للهايبرتنشن. او لو انت بقى عايز تدي حاجه بسرعه، ادي سابلينج، لو هو معدي 180 مثلا على 110 ادي سابلينج كابتوبريل 25 او 50 مللي جرام. خلاص طيب. هيبرين انترا ماسكولار، واحد جاي ياخد هيبارين فيجي انت مدي له انترا ماسكولار. طبعا الهيبارين انتي كوجلانت، فلما تديه انترا ماسكولار والمصل مليانه، احسن اصلا بندي الادويه انترا ماسكولار عشان خاطر المصل مليانه بلاد سبلاي. ف انا هجاوب على السؤال ده دلوقتي. فالمصل بلاد مليانه بلاد سبلاي، اول ما تيجي انت بقى مدي الحقنه، تيجي انت معور الكابيلرز واديت هيبرين عشان تمنع الكواجيليشن، وتيجي ساحب، فيحصل ايه؟ يحصل هيماتوما فورميشن، ويجي لك العيان تاني يوم لما كانش في نفس اليوم بالليل جاي ايه زي اخونا ده كده. فالهيبرين بيتاخد سب كيتينيوس واي في، انما ما بيتاخدش انترا ماسكولار. حد بيسالني ايه وات اباوت نيتروجين باتش؟ مفيش مشكله فيها، بس نيتروجين باتش بتسبب سيفير هيدك للعيانين الهايبرتنسيف، فما هي انا ما بحبهاش، بس يعني ممكن نستخدمها، ما عنديش مانع فيها، مش مضره. طيب من الحاجات الثانيه نايتريتس افتر سلدينافيل، طبعا معروف ان ده ابسوليوت كونتر انديكيشن، وعشان كده لو عيان جايب اسكيميك شست بين لازم انت تساله بوضوح شديد هل حضرتك بتستخدم اي من الادويه اللي بتساعد الانتصاب؟ وطبعا مش محتاج ان اقول لك ما تسالوش السؤال ده قدام مراته ولا قدام اهله، لانه ممكن ينفي، خده على جنب كده واسالك بين او طلعهم بره، لان العيانين بيعتبروا ان دي يعني حاجه ايه ما تصحش انا اموت وما اقولش ان انا كنت واخد فيها. فالاحسن انك تساله على جنب. طيب لان النايتريس طبعا بتعمل فاز دايلاتيشن، والسلدينافيل بيعمل بنفس الطريقه عن طريق سايكليك جي ام بي باس واي، فهم الاثنين هيعملوا سيفير بروفاوند هايبوتنشن، وممكن يقلل سيربرال بلاد فلو، وممكن كمان يزود المايكارديال انفاركشن. النايتريت باتش كونتينيوسلي برضه، عيان يلزق لزقه، انا بتقول له مثلا الزق لزقه كل يوم، جاي لي بقى زي ما يكون معلق نياشين كده، هنا لازقه وهنا لازقه وهنا لازقه وهنا لازقه، ايه يا عم انت في ايه؟ هو الدكتور قال لي الزقها كل يوم، ادي له 15 يوم معلق 15 لزقه. اللزقه بتتحط وبتتشال بعد 16 ساعه، ويقعد 8 ساعات فري، وبعدين يلزق اللزقه الثانيه وهكذا. يبقى كل 24 ساعه 16 ساعه لازقها و8 ساعات من غير لزقه. كمان نايتريتس في السيفير ميترال ستينوزس ده برضه كونترا انديكيتد، عشان نايتريتس فازو دايليتور، فبتقلل الفينس ريتيرن، واصلا اللي عندهم ميترال ستينوزس بيعتمدوا في الفلو على الفينس ريتيرن، فلو ما فيش فينس ريتيرن ما فيش دم هيدخل ليفت فنتكل، وبالتالي هيجي لهم سيفير هايبوتنشن. فما تديش نايتريتس في عيانين عندهم سيفير ميترال ستينوزس زي الداينايترا ولا اللزقه ولا الكلام ده كله. اوعى تدي امبيريكال انتيبيوتكس في عيان بوسيبل كوز كيس اوف انفكتيف اندوكاردايتس قبل ما تسحب بلاد كالتشرز، ثلاثه بلاد كالتشرز ايروبيك وانيروب، ثلاثه سيتس، يعني كل سيت فيها اثنين، واحده ايروب واحده انيروب، وبعد كده تبتدي انتي بايوتيك زي ما انت عايز، لان انت كده بتبوظ الفرصه، بتضيع الفرصه على حد غيرك انه يقدر يشخص، ولو العيان ما استجابش مش هنعرف نوع الميكروب وهيبقى كالتشر نيجاتيف. فاحنا اوعى لو انت شاكك في افكتيف اندوكاردايتس ما تبتديش انتي بايوتيك، عشان حضراتكم في الوحدات وفي العيادات وكده بتبتدي انتي بايوتيك وان شاء الله خير. لا، لو شكيت يبقى ما تبتديش، انما لو مش شاكك وانت شايف ان هي خلاص يو تي اي واضحه جدا وفي باستيلز من اكتر من 100 ولا كلام من انت، خلاص وان كان برضو اعمل له يورين كالتشر. كمان انا تكتي لونج اكتنج بنسلين وذاوت تيست فور الرجي، تقول لي كل مره كل مره كل مره كل مره، وانت هتكتبه اكتبه كده، حتى لو العيان مش هيعمله كل مره انت طلق بره ذمتك، اكتب حقن عضل كل 3 اسابيع او كل شهر بعد اختبار الحساسيه. اوعى ما تكتبش ده في الروشته، لان انت ممكن يترفع عليك قضيه لو العيان ده مات، ما قالناش اعملوا الاختبار بتاع الحساسيه، واوعى تطلع من بقك مش كل مره انت تقول لهم كل مره وهم مش هيعملوه كل مره، لان ممكن عيان ما كانش عنده حساسيه ديفولب حساسيه وبالتالي يجي له انافيلاكسيس ويموت. فانت اوعى تبريسكرايب لونج اكتنج بنسلين من غير ما تعمل تيست فور الرجي. كمان ان انت ما تعملش انتي نوت بريسكرايبنج انتي كواجلانت في اي اف بيشنت ويز هاي تشاز فاسك سكور. قبل ما نبتدي المحاضره يعني دكتوره
هند ممدوح نيورولوجيست قالت لي يا دكتور يا ريت لو تاكد على العيانين دول احسن، احنا بنشوف عيانين ستروك كتير، عيانين ستروك عشان عندهم اتر فيبريليشن وحضرتك بتدي له اسبرين بس، الاسبرين مالوش رول اصلا في البريفنشن اوف اسكيميك ستروك في عيانين اتر فيبريليشن، انما لازم تدي انتي كواجيليشن سواء كان ماريفان او وارفرين او نيو اورال انتي كواجيلانت. امتى بقى؟ لو كان عيان التشاد فاسك سكور بتاعه عالي، التشاد فاسك سكور اللي هي الحروف الاولانيه من كلمه كونجستيف هارت فيلير ليفت فنتيكل ديسفانكشن وهايبرتنشن وايج ودايابيتس وستروك او تي اي اي وسكس او ثرومبوبوليزم الميل او فيميل والفاسكولار ديزيز. فكل واحد زي ما انتم شايفين كده خلوا ده عندكم وتبقوا حافظينه علشان خاطر تعملوا السكور، لو ان السكور ده واحد او اكتر يعني لو زيرو مش هياخد انتي كواجليشن، انما واحد او اكتر يبقى لازم ياخد انتي كواجليشن والا هيجي له ستروك او ثرومبو امبوليزم. يبقى احتمالاتها كبيره، فلازم يبقى لو انت ما عملتش كده ما كتبتش، وده كتير جدا من المرضى بيجوا ستروك مع ان الدكتور من الحاجات الوحشه الثانيه انك تستخدم سمولر دوزز اوف نواك في الالدرلي بيشنت ويز اي اف، ودي انا ازعم ان 70% من اللي بيبراكتس الكارديولوجي وموجودين قدامي بيعملوا كده. المفروض احنا ندي جرعه ريفاروكسابان كم ملي جرام في الاتري فابليشن للعادي؟ 20 مللي جرام وانس، 20 مللي 20 جرام ملي جرام وانس وانس بس. لما بيجي لنا واحده وسط بقى طعم. عمرها 70 سنه بنقول لا ده الست 70 سنه وفرصه الهيموروج هتبقى كبيره خليها 15، ده براكتس مشهور. لا لازم اكوردنج للجي اف ار ايوه تقريبا، احنا بقى وفي الابيك سبان لو معانا، اتنين من الكريتيريا اللي هي وزن اقل من 60، ايج اكتر من 80، او كرياتين اكتر من 1.5، تو كريتيريا من الثلاثه بننزل بالابيك سبان ل 2.5 بي اي دي. صحيح لكن انذر ذان ذس اي ثينك لا. للاسف بقى اللي بيحصل ايه؟ انه بيشك بيقول لك انه سنها كبير يبقى انا ايه؟ اديها اقل. ده احنا اصلا الايدج لو شفته هنا بقى الايدج في التشاد فاسك سكور كل ما زاد الايدج كل ما السكور بتاعه ايه؟ بقى اكبر، يعني فرصه الثرومب امبوليزم تبقى اكتر. وبالتالي العينين دول لا ياخدوا الجرعه كامله. خلاص مش ما تنزلش بقى ريفاروكسفان من 20 تنزله 15 مللي جرام مثلا وانس او كده. The most بقى dangerous pitfall in cardiology زي ما انتم شايفين كده هي انك تريفير cardiac patient to a cardiologist other than me. دي اوحش حاجه ممكن تعملوها. شكرا جزيلا، وانا بقى مستني الاسئله لو عايزين. رقم التليفون بقى والعنوان العيادة. ايوه جزاك الله خير يا دكتور محمد، والله محاضرة على المحاضرة. جزانا وياكم. انت لسه قاعدة معانا يا دكتورة منى لغاية الآخر ده كده؟ انا مستمتعة جدا جدا والله، مستمتعة ربنا جدا يكرمك. وبصراحة استفدت قوي قوي يعني. جزاك الله خيرا جزاك والله، الله يا خير. انت بتجبري بخاطري. لا لا يا دكتور محمد والله ما شاء الله ما شاء الله، المحاضرة هايلة وممتعة يعني، يعني أنا قاعدة مستمتعة أصلا. أنا زعلت لما بتقول إن المحاضرة قربت تخلص، أنا مكنتش عايزاها تخلص بصراحة. ربنا يكرمك دكتور منى والله، يا جزاك دكتور الله خير. محمد اتفضل نستأذن حضرتك، مستنيين محاضرة تانية بقى إن شاء الله. بإذن الله. شكرا يعني شكرا يا دكتور محمد، عفوا دكتور عطوة. شكرا يا باشا، والله محاضرة ممتعة من أولها لآخرها دكتور محمد، وحاجات براكتس يعني مهم جدا للكل يعني بصراحة. والله حضرتك يعني زودت المحاضرة قيمة لما حضرتك سمعتها، يعني كون إن لا أنا سمعتها يعني حد كلها والله يا تشارك دكتور بيه زي حضرتك محمد. لا 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 بيسمعني دي حاجة كبيرة. لا 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 والله ممتازة، والدسكشن الله هايل يكرمك. وممتاز، وما شاء الله الزملاء كلهم انتراكتف، حاجة جميلة جدا والله. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد لو سمحت، بالنسبة لاستخدام النيو اورال انتي كوجلانس، ايوه الكلام فيها في الاي اف برضه، هل هو لو هو مثلا فالفولار اي اف يعني حاجة كان مثلا في ميتال سوند او كده، او لون اي اف او كده، يعني يعني لو حضرتك توضح بس استخدام النيو اورال الانتي كواجولانت في الاي اف بالذات يعني. طيب هو اللفظ بتاع الفالفولر يعني شالوه علشان كان عامل كونفيوجن عند ناس كتير. هو فالفولر يعني طب ما العيان اللي عنده اورتيك ريجيرج ده اسمه فالفولر اي اف، فقالوا بدل ما الناس تتلخبط هنقول مبدئيا العيانين اللي ما ينفعوش ياخدوا النيو اورال انتي كواجولانت مع ان عندهم اتر فيبريليشن هم العيانين اللي مركبين بروستاتيك فالف ميكانيكال بروسيسز، ده ما ينفعش لانه استدد وطلعت النتائج مخيبه للامال. والحاجه الثانيه اللي عندهم ميترال ستينوزز
مايترال فالف اريا اقل من 2 و3 من 10، دول ما مش هياخدوا نيو اورا انتي كاجلانت، ياخدوا ماريفان بس. فيما عدا ذلك من الفالف ليجنز ياخدوا نواك عادي جدا، مفيش مشكله. يعني عنده سيفير مايترال ريجيرج مثلا، مايترال فالف برولابس، ياخد عادي نواك، مفيش مشكله برضه. يبقى هما بس المايترال ستينوزز اللي المايترال فالف اريا اقل من 2.3، والعيانين اللي عندهم مركبين ميكانيكال بروستاتيك فالفز دول لازم يمشوا على ماريفان ويتابعوا بالاي ان ار. فيما عدا ذلك طبعا يدخل بقى معاهم عيانين تانيين مثلا اللي هم اللي مش ما كانوا بره الاستاديز، زي العيانين الهايبرتروفيك كارديوماباثي كانوا بره الاستاديز، زي العيانين الثايروتوكسيك كانوا بره الاستاديز، والاستاديز قليله اللي دخلتهم يعني. انما يعني ان جنرال هم الاستثنائيين الاساسيين اللي قلتهم لحضرتك دلوقتي. شكرا جزيلا. ماشي، عفوا. يا دكتور محمد، لو استاذن حضرتك تقول لنا الماريفان مع العينين السايرو توكسيك، هل بيقعد فتره معينه او بيرمننت؟ يعني كان عليه كلام كده، لو حضرتك توضحه يعني. الثايلوتوكسيكوزز از ا ريفيرسيبل كوز اوف اتر فيبريليشن. ما دام هو ريفيرسيبل كوز، يبقى انا هفضل بدي وارفرين لغايه لما العيان يوصل للاوثايرويد ستيت. وانس انه وصل للاوثايرويد ستيت، احسب له التشاد فاسك سكور. يبقى احنا اللي ماشي، يبقى انا مش هكونسيدر التشاد فاسك سكور الا لما العيان يوصل ليبقى اوثايرويد. طول ما هو مش اوثايرويد، يعني هايبر ثايرويد، والتي اس اتش بتاعه ستيل واطي جدا، والتي 3 والتي 4 ما زالوا عاليين، يبقى هو ماشي على وارفرين. اول ما يبقى اوثايرويد احسب له تشاد فاسك سكور وامشيه عادي بقى كانه واحد طبيعي. محمد معلش، تمام. انا حصلت على المحاضره من جروب، لو في لينك حضرتك بتنزل عليه المحاضرات او كده يا ريت هو دكتورة منى بتنزل محاضرات ال هي تقول انا سجلت المحاضره وان شاء الله هنزلها على قناه السي ام اي الليله على اليوتيوب باذن الله، ان شاء الله النهارده سي يعني ام اي هتلاقيها. ايه؟ معلش القناة لو للاعتراف في لينك الشات. القناه بتاعت السي ام اي. حاضر، يعني هحطه على الجروب، هحط الفيديو على جروب السي ام اي على الفيسبوك وهبعته لدكتور محمد مدحت. اوكي، ابعته لحضرتك على الشات دلوقتي. يا ريت. الشات يا ريت. طيب حاضر. دكتور محمد، استفسار. دكتور محمود حسن، مدرس باطنة معايا. اهلا بيك دكتور محمود، يا باشا جزاك الله خير على المحاضرة. بدنا اياكم. عيانين بيبقى اتيبيكال شيست بين، وفي الاي سي جي بيبقى في اس تي اليفيشن في الانفيرو ليدز، فبيبقى منظر ممكن نقول ايرلي ريبولاريزيشن. فهل ده نعمل لهم تروبونين ويتعاملوا ككارديا؟ يتعمل لهم، لان احنا هما المفروض العيانين دول يدخلوا حاجه اسمها شيست بين يونت. يبقى اسيسد بالبري تيست بروبابيلتي لاي مدى هو ممكن. حضرتك تقول تيبيكال ولا اتيبيكال برزنتيشن؟ اتيبيكال، بس الاي سي جي ده هو حاجه كومون فايندنج، يعني بدانا نلاحظها كتير جدا في عيادات الباطنه دلوقتي. صح، الايرلي ريبولاريزيشن دي كومون فايندنج. الاحسن هو يتبعت لحاجه اسمها شيست بين يونت، يعني يتبعت يعمل، او خلينا نقول لو احنا اللي هنمانج هنعمل ايه؟ هنسحب له باي ماركرز ونريبيت الاي سي جي بعد 10 دقائق لو ان احنا مش قادرين نحلف ان ده نون كاردياك بين. لان انت حضرتك لو لقيت مثلا معاه تندرنس ولا حاجه وهو دي النقطه دي اللي وجعاه ولوكالايزد وكده، خلاص احنا يبقى هنقول ده ايرلي ريبولاريزيشن، مش محتاجين نعمل حاجه اكتر من كده. انما انت لقيت ان هو برضو ستيل الوجع ديفيوز بس كونتينيوس، ما مش بيقعد 5 دقايق ويروح ولا حاجة، فأنت شاكك، يبقى لازم يعمل باي ماركرز ويعمل فول اب اي سي جي. يعني لو التروبونين البايماركر نيجاتيف، يعني هل يعني بقلب جامد نروحه، ولا برضو الريفيل؟ كده التروبونين هاي سنسيتيف يو كان رول اوت. تمام. هو بس في كومنت بس على السيروتوكسيكوز والانتيكواجليشن، هو بس هو في كونتروفيرسي بانتيكواجليت ولا لا في الحالات؟ يعني طبعا انتوا في الكارديولوجي في انتوا بتقولوا ان انتوا انتيكواجليت للايه، هو مفيش جايد لاينز واضحه في الموضوع ده، بس في نقطه ان العيانين دول بيبقى هايلي سنسيتيف للوارفرين، فلو هتبدا بجرعه صغيره. معك حق. احنا بصراحه بنحطهم على تشات فاسك من الاول، مش يعني مش ببدا من الاول على الانتيكواجليشن الا اللي هو انا ممكن اراجع دي برضو يا دكتور لو في حاجه جديده، انما دي اخر حاجه انا قراتها. تمام. هو المحكوم اصلا بالاي ان ار.
اه طبعا يعني لازم يتابع، ما دام وارفرين لازم يتابع الاي ان ار، انما النوفاكس مش محتاجه متابعه زي ما حضرتك عارف. مش هيحتاج مثلا ان انا اقول مثلا جرعه صغيره او جرعه كبيره، انا محكوم بالاي ان ار لان في فاريبل اه بس هو سنسيتيف. قصده الستارتنج دوز، هو دكتور محمود يقصد الستارتنج دوز، لان ممكن جرعه صغيره ترفع الاي ان ار جامد. صح كده تمام. طب بالنسبه لاستخدام النواك يا دكتور، معلش سؤال، الجرعه يعني في العيانين اللي هم الاي اف لو اللي هو هنستخدم ريفاروكسابان زي ريفاروسباير والزاريلتو والفاكساتو هنستخدم 20 مللي جرام وانس. طيب ده في الاتر، احنا بنتكلم عن اتر فابليشن مش بالمونري امبوليزم ودي في تي. نعم. اه كمروكسابان هنستخدم ابيكسابان هنستخدم 5 مللي جرام توايس. طيب ماذا لو ان العيان ده عنده هيستوري اوف جي اي بليدنج مثلا قبل كده؟ يبقى يفضل ان احنا نستخدم ابيكسابان مش الريفاروكسابان، عشان الاستاديز بتاعته بينت ان هو اقل في الجي اي بليدنج، وخاصه الجرعه ال 2.5 مللي جرام. وبالتالي يبقى انا يحق لي ان انا استخدم ابيكسابان في عيان هيستوري اوف جي اي بليدنج 5 مللي جرام مرتين. ولو انا قلقان قوي وشايف ان فرص البليدنج عند العيان كبيره، ممكن انزل لل 2.5 مللي جرام من غير ما يكون العيان فيه الثلاثه كرايتيريا اللي كان دكتور اندرو بيتكلم عليها. طيب الابيكسابان بقى في تعديل للدوز بتاعته على حسب البادي ويت، وعلى حسب السيرم كرياتينين، وعلى حسب الايج. ففي ثلاثه كرايتيريا يخلونا ننزل من جرعه ال 5 مللي جرام توايس نخليها 2.5 مللي جرام توايس. الثلاثه كرايتيريا دول لو عندك اثنين منهم يبقى تعمل كده. الاولى الايج اكتر من او يساوي 80، والثانيه البادي ويت اقل من 60، والثالثة هو الكرياتينين أكتر من أو يساوي 1.5. فلو إن أو أكتر من 1.5، فلو كرياتينين أي واحدة من الثلاثة دول، أي اثنين من الثلاثة دول موجودين، على طول تلقائي بتنزل بالجرعة من 5 مللي جرام توايس ل 2.5 مللي جرام توايس، بس مش بيتاخد وانس في الاتر فيبريشن. تمام، الله يبارك في حضرتك. طيب يعني أنا سعيد بيك والله، ومش عايز أقفل، بس طبعا شكل كده خلصنا عشان ما تبقاش طولت قوي يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سيب دكتورة منى لو هي لسه موجودة تختم بقى، لو هي مش موجودة. لا موجودة طبعا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد، والله استمتعنا جدا جدا يعني. الله ربنا يخليك. يبارك في حضرتك، شكرا جدا.